مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أنا عمر المنصوري ويسعدنا اليوم أن نستضيف في برنامج حوار خاص رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. مرحبا بكم دكتور. أهلا ومرحبا. بداية، هل سيخرج العراق من عمق أزمته السياسية؟ شكرا لكم على الاستضافة. يعني لا أتصور بأن العراق ممكن أن يخرج من عمق الزجاجة على المستوى الاستراتيجي. هناك أزمات عميقة جدا، هذه لا يمكن أن تحل بشكل سريع، خصوصا في ظل وجود تضاد ما بين القوى السياسية. ممكن أن تكون هناك بعض الملفات يتم إغلاقها نتيجة توافق مرحلي تكتيكي، لكن على مستوى أن يخرج العراق من عمق الزجاجة وأن نرى عراقا مستقرا من ناحية السياسة والاقتصاد والأمن، أنا أتصور نحن بحاجة إلى مزيد من السنوات. نعم، كنت قد التقيتك سابقا مع بداية تشكيل نواة الحكومة العراقية. نعم. الآن مضى أكثر من 100 يوم والحكومة العراقية تقريبا ناقصة، 4 وزارات تقريبا مغيبة عن الحضور. كيف ترى الوضع العراقي؟ بكل الأحوال يؤشر بما لا يقبل الشك أن هناك مصالح ل القوى السياسية هي من تحدد يعني طبيعة الموقف السياسي بشكل كامل، يعني الموقف من الحكومة من عملية استكمال بقية الوزارات. مصالح القوى السياسية لا تزال غير مكتملة إلى حد هذه اللحظة من ناحية التوافق وفي موضوع تقسيم الحقائب. يعني على سبيل المثال هناك خلاف حول مرشح وزير الداخلية داخل البيت الشيعي، وأيضا خلاف حول مرشح وزير الدفاع ما بين القوى السنية السياسية، وحتى فيما يرتبط بوزارة العدل يعني حتى البيت الكردي يعني هناك وجهات نظر مختلفة. لذلك أتصور إذا لم تحسم هذه البيوتات مواقفها، لا أتصور بأن الكابينة يمكن أن تمضي باتجاه أو ترى النور. نعم قد تحصل بعض التوافقات، لكن المشكلة من وجهة نظري تجاوزت الحقائب، والآن القوى يعني قد تكون مختلفة على مناصب الدولة. هناك فرق ما بين مناصب الحكومية المتمثلة بالحقائب الوزارية ومناصب الدولة وهي يعني متمثلة برئاسة الهيئات وأيضا الوكلاء والدرجات الخاصة. ما لم تحسم هذه أنا أتصور سيستمر العجز. يعني بجواب غير دبلوماسي، متى ستكون للعراق حكومة كاملة؟ هذا الأمر متوقف على القوى السياسية ومستوى النضج الذي تتمتع به أولا، ثانيا إيمانها بقضية أن تكون السلطة خادمة. يعني هنا تحدث عن السلطة التنفيذية وحتى التشريعية إلى حد كبير. أضف إلى ذلك يعني كعامل ثالث لنرى حكومة مكتملة، يعني مكتملة الأداء ومكتملة المفاصل. أتصور بأن جانب مهم في هذا الموضوع هو أن نمضي بوجود عقول جديدة يمكن أن تدير أو تقدم من خلال القوى السياسية، لأنه تقديم بعض الوجوه أو بعض العقول التي كانت جزء من الأزمات لا أعتقد أنه قد ينتج لنا حلولا جديدة وحتى حكومة مكتملة الأداء بشكل. في 2020 ممكن تكون عندنا حكومة كاملة؟ لا، الحكومة ستستكمل يعني بكل الأحوال، رغم أنه وجود هامش من عدم التفاؤل، لكن الحكومة ستستكمل من وجهة نظري. يعني لابد أن يصل الفرقاء إلى مساحة توافق حول هذا الموضوع. نعم. ذكرت مصالح سياسية، المواطن العراقي يفهم من هذه الجملة أنه الكتل السياسية عن ماذا تبحث؟ عن المال، عن السلطة، عن الجاه السياسي؟ يعني هذه الامتيازات الثلاثة التي ذكرتها أستاذ عمر هي من يمكن الاستحصال عليها من خلال السلطة، يعني النفوذ والمال، ويعني هي لا تأتي إلا من خلال السلطة. ولذلك هناك تكالب على موضوعة الوصول إلى السلطة التنفيذية بالتحديد. الكتل السياسية تتواجد في البرلمان، لكن هذه القوى السياسية تدرك جيدا بأنها لا يمكن أن تستمر إذا لم تستحصل على أدوات وبريق السلطة. أدوات وبريق السلطة هو المال والنفوذ. نعم. ولذلك هي جزء من ديمومتها في يعني ديمومتها السياسية، مستقبلها السياسي.
يكمن من خلال هذه البوابة، بريق وأدوات السلطة، المال والنفوذ بما معناه العقود والكوموشينات وصناعة القرار السياسي. وهذا جزء من الإشكالية، يعني الخراب في العملية السياسية. هنا لا أتحدث عن النظام، أتحدث عن العملية السياسية. نعم. التي تنتج حكومة وبرلمان، يعني شوه نتيجة هذه العوامل الفساد التي ذكرتها، يعني قضية الكوموشينات، العقود، اللجان الاقتصادية المتواجدة في الوزارات، وجود بعض المافيات المرتبطة ببعض السياسيين، أيضا مافيات مرتبطة بدول، هذه كلها تؤثر بما لا يقبل الشك على وجود أداء أفضل يمكن أن ينعكس على حياة المواطن العراقي. على ذكر المافيات في العراق، مافيات سياسية أم مافيات مسلحة أم مافيات ماذا؟ وأعتقد أنه في محافظات جنوب العراق تنشط مثل هكذا مافيات. كل شيء في العراق موجود، يعني المافيات السياسية مرتبطة بمافيات مسلحة، كل شيء أكو بالفعل، يعني لا يمكن أن نختلف عن ما موجود في الواقع. يعني تمكنت هذه المافيات السياسية من تكوين أجنحة مسلحة لها، يعني حتى خارج إطار الدولة، وبذلك أصبحت لها أذرع كبيرة، والأمر تم يعني تجاوز هذا الموضوع، يعني تمددت حتى في مؤسسات الدولة، ولذلك أصبحت متحكمة بشكل كبير، وسيطرت يعني بشكل مباشر أو غير مباشر على القرار في بعض مؤسسات الدولة، ولذلك ترى التردي واضحا يعني على مستوى وسط وجنوب العراق، يعني على مستوى أقليم. ماذا تمارس هذه المافيات؟ كل شيء تمارس، يعني هي تجد في وجودها على مستوى المساحة، مساحة النفوذ السياسية، يعني بوابة استثمار للحصول على الأموال، ليس فقط من خلال ما تحدثنا عنه الكوموشينات، من خلال مؤسسات الدولة، اللجان الاقتصادية الموجودة في الوزارات، يعني عمليات تهريب، تجارة مخدرات مرتبطة بتجارة أدوية غير صالحة للاستهلاك أو للاستطباب، يعني كثير، يعني كل شيء يخطر في بالك هذه المافيات تمارسه على مستوى الأرض العراقية. إذن نحن نعيش دول داخل دولة، والمواطن العراقي ضحية هذه المافيات وهذه الدول التي تهيمن على مفاصل الدولة العراقية بما لا يقبل الشك. يعني هذه المافيات أو المجاميع تحاول أن تكون دولة فوق الدولة الرسمية، يعني ليس تحت الدولة. من كثير ما أطلقنا، يعني تحدثنا عن أنا وأنت يعني عن مفهوم الدولة العميقة، يعني قد تكون هذه ضاربة في مؤسسات الدولة على مستوى التحكم بمفاصل قرار مؤسسات الدولة، لكن حينما نتحدث عن هذا الجزء، هذه المافيات السياسية هي تريد أن تكون أعلى من الدولة وأعلى من مؤسسات الدولة، ولذلك هذا الموضوع يعني لا يهدد يعني مؤسسات الدولة، وإنما يهدد النظام السياسي. هنا نتحدث عن نظام سياسي يمكن أن ينهار، أو حتى يمكن لهذه المافيات أن تحول الدولة إلى شبح دولة، وهذا خطر جدا. يعني كيف يتعامل السيد رئيس الوزراء مع هذه الملف الشائك؟ هذا يعني مثل ما أشرت استاذ، هذا الملف شائك جدا، يعني وعملية المواجهة أعتقد أنها تتطلب فتح جبهة داخلية، لكن أتصور هناك خطوات تتبع، يعني حتى وإن كانت يعني ليست بمستوى الطموح، لكن أتصور أنه يمكن بكل الأحوال سد الثغرات التي تنفذ من خلالها هذه المافيات أو دولة الظل إذا صح التعبير. يعني الإجراءات تسير، يعني تم التأسيس لها يعني في زمن السيد العبادي. السيد عبد المهدي تحدث عن مراكمة لهذه الإجراءات، يعني ممثلة في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. هذه إجراءات يمكن أن تتقدم، يعني لكن مع ذلك هذه الإجراءات بحاجة إلى إرادة سياسية. هذه الإرادة السياسية متوفرة لدعم عمل الحكومة الحالية، الحكومات القادمة. أتصور نحن لازلنا لا نمتلك هذه الإرادة التي تريد محاربة الفساد ومحاربة المافيات التي هي أعلى من الدولة. الحكومة العراقية على اطلاع ومعرفة تامة بهذه المافيات أو وغير قادرة على مجابهتها مباشرة؟ لا، هي تمتلك، يعني تمتلك
قاعدة المعلومات، الكثير من القضايا التي يمكن أن تتعاطى معها الدولة. يعني رغم أن هناك من يحاول إضعافها، لكن مؤسساتها لا تزال تقاوم مثل هكذا توجهات لبعض القوى يعني التي لا تريد للدولة أن تنهض. ولذلك الدولة تعالج يعني ما بين آونة وأخرى، كلما وجدت هناك ثغرة يمكن أن تتسبب بخطر على حياة المواطن العراقي فبكل الأحوال تعمل على سد الثغرات. يعني لا يمكن أن نبتعد عن داعش بأنه جزء من المافيا التي تغولت في الداخل العراقي، لاحظ طبيعة المعالجة حتى وإن كانت عسكرية. والآن ده أيضا المواطن العراقي يتخوف من تسلم عناصر داعش من سوريا، هناك مخاوف لدى المواطن العراقي، وحتى وصلت للبرلمان العراقي نواب حذروا من وجود أو تسلم عناصر داعش من سوريا، ممكن يكون هناك بلد ثاني لداعش في العراق. لا، معنى التسليم ليس بالضرورة أن يعني أن يكون هو إطلاق الحرية لهم في الداخل العراقي. أولا يعني حسب تصريحات رئيس الحكومة هو يتحدث عن جنسيات عراقية، هذا أولا. الأمر الآخر، لن العراق لن يستلم جنسيات أخرى. الأمر الثالث، ستكون محاكمته وفق يعني القوانين العراقية المرعية، لذلك لا خوف من وجهة نظري. الحكومة ما تتخوف أنه يفرون من السجون كما حصل؟ لا أكيد، هذا يعني الموضوع يؤخذ على درجة عالية من الأهمية. المخاوف تكمن يعني بحادثة مشابهة، حادثة فرار أبو غريب، يعني الإرهابيين إرهابي القاعدة الذين وفروا مقاتلين إرهابيين في على مستوى الأرض السورية وسرعان ما انتقلوا إلى الداخل العراقي. هذه صورة متكونة، لكن بكل الأحوال هناك خطأ حدث في أبو غريب. لا أتصور أن الدولة العراقية، الحكومة العراقية ممكن أن تعيد ذات السيناريو بإطلاق إرهابي داعش أو هروبهم مرة أخرى، لأن ذلك سيربك الأمن بشكل كبير. بنعم أو لا، الوضع السياسي في العراق مطمئن أم لا؟ غير مطمئن من وجهة نظري. في نهاية اللقاء، جزيل الشكر لرئيس مركز التفكير السياسي الدكتور عصام الشمري. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم.